انا بحب القرايه جدا، خصوصا القصص. اعتقد ان الانسان عنده جيل العالم ده علشان يعرف او يتعرف على العالم، ان هو من صغره وهو طفل وهو عايز يعرف اسم الاشياء، وهو عايز يعرف حاجات كتيره اكبر من ادراكه ان هو يعرفها. واعتقد ان الكتب دي عباره عن فكره كبيره بتدور حول ناس تانية، وكل ما الإنسان يفكر في حاجة غيره، في حد، في ناس تانية، أعتقد كل ما الإنسان هيعرف أكتر، وكل ما يساعده إنه يكون إنسان أفضل.